برنامج كانه حادثه طبيعيه يا دكتور. في هذا البرنامج ذكرنا منذ حوالي شهرين وقلنا وبنكررها تاني ان فيكو شايف اللي حصل في 25 يناير ان المظاهره بنقولها لكم دي اسمها ثوره، اسمها كده ثوره، ما حدث اسمه ثوره. ثوره دي تعني اجراءات، تعني قواعد، تغيير جذري، تعني تغييرات. هل حصل تغيير في 10 اشهر؟ بالظبط. اللي هيتعامل معها على انها مظاهره بالمطالبه بالاصلاح، وانا بتقدير ان كل الممارسات وكل الافكار التي نسمعها الان من المجلس العسكري او حتى من الحكومه بتقول ان هناك فهم إن الى انه ما حدث في 25 يناير هو محض مظاهرة من أجل إصلاح وليست ثورة. وعشان كده نظام مبارك لازال بيعمل بكفاءة ولازال بيستمر ولازال بيدخل انتخابات بينافس. أنهي انتخابات بعد أي ثورة تتم يبقى فيها رموز النظام السابق بيشتغل؟ هو أنا في الحقيقة يعني مش عارف الكلام اللي من نوعية دي يا دكتور جمال مش هيودينا في حتة. ليه؟ لأنك مش هينفع احنا نرجع تاني نقول إنه مبارك ورجال مبارك. رجال مبارك الصف الأول والتاني والتالت والرابع في السجن. بنتكلم على مرشحين، بنتكلم على مرشحين في الانتخابات. انت لا عندك ناس نزلوا في انتخابات 2010 ولا عندك الصف التاني اللي بعد منهم. في فلول، في فلول. البرلمان الجاي ده هيبقى فيه فلول، هيبقى فيه فلول بنسبة صغيرة تمام، بس اللي جاي مش هيبقى فيه، اللي بعده هيبقى احسن. انا اللي بشوفه وبعيد عن الانتخابات في حاجتين مهمين جدا لو احنا بنربط بين اللي بيحصل في الثوره وفي الميدان اللي احنا بقالنا 48 ساعه تقريبا مش قادرين نسيبه، وبين الانتخابات اللي احنا بنفكر ان احنا نخوضها. في حاجتين مهمين جدا ومهم جدا ان احنا ندق ناقوس الخطر فيما يخصهم. المجلس العسكري بقياداته لازم يرفعوا ايديهم عن حاجتين، عن الاعلام الحكومي في مصر، والجهاز ده لو استمر في نفس جرائمه سواء إزاء الثورة متمثلة في الميدان أو إزاء انتخابات برلمان الثورة، أعتقد أن احنا هنوصل لمرحلة هيبقى فيها حروب دموية في الشوارع. الحاجة التانية في الحقيقة هي مسألة الداخلية، وزارة الداخلية. يعني مش هينفع أن المجلس العسكري أو أن القيادة السلطة العسكرية في هذه الدولة تستمر في استخدام الأداتين دول، الداخلية والإعلام. الداخلية والإعلام سواء فيما يخص الميدان يتم استخدامهم بأسوأ الطرق في الحقيقة، وفيما يخص الانتخابات وده اللي يخص مخاوفنا احنا كناس عايزين نخوض الانتخابات وكمان الناخبين. أنا مش عايزة أقعد على كرسي ويبقى ورايا ناس أصيبت أو قتلت يوم الانتخابات. محدش أبدا عايز حاجة زي كده يعني. وكمان مش هينفع نوصل الكرسي واحنا بنتخلى كل شوية وبنفرط عن مبادئنا وأفكارنا ومواقفنا. لا، احنا عايزين نوصل لده لو احنا هنبقى متسقين مع مبادئنا وأفكارنا، لو احنا فعلا بنمثل وعايزين نمثل مطالب هذه الثورة، وفي نفس الوقت في السياق وفي أجواء تخص داخلية هتحمي هذه الانتخابات وهذه العملية بشكل أمين وصادق مش مجرد شعارات، وأيضا إعلام يكون لأول مرة يتعامل مع الثورة دي باعتبارها ميدان أو انتخابات أو عملية سياسية، باعتبارها هي مستقبل وهي أمل مصر فعلا. أنا بس عايز أضيف قبل الدكتور عماد بس حاجة صغيرة أو فيما يتعلق بالتعامل مع اللي حصل امبارح في المتظاهرين. لو احنا فهمنا ان دي ثوره فده معناه ان كان لازم يحصل تغيير في نمط التفكير في التعامل مع المظاهرات والاعتصامات الى اخره. احد اهم اليات التعامل مع المظاهرات وانا رايي انه لازم يتم التحقيق فعلا مع القيادات الامنيه اللي استجابت لقرارات التصدي بالعنف للمتظاهرين، لانه كان يجب ومن الذي اعطى هذه بالضبط، لانه كان يجب ان تؤخذ فتره، وهو ده اللي بيحصل في كل دول العالم، بتؤخذ فتره للتفاوض